الشينا وحتى الشينا على الشينا وحتى الشينا. المعيشة غالية علينا المعيشة غالية علينا المعيشة غالية علينا المعيشة غالية علينا والقصوى الغالي علينا والقصوى الغالي علينا. وكيف تعيش يا مسكين وكيف تعيش يا مسكين. المعيشة دارت جنحين المعيشة دارت جنحين الماء والضو دارت جنحين الماء والضو دارت جنحين. وشوف شوف بعينك شوف 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 بعينك شوف المشاكل بالآلاف المشاكل بالآلاف والمشاكل قائمة مشاكل قائمة والحكومة النائمة الحكومة النائمة والحكومة المحكومة الحكومة المحكومة الحكومة اللي في الكومة الحكومة اللي في الكومة. والدواعي ديال تنظيم هذه الوقفة هذه اللي دعينا لها المستوى الوطني، اليوم عندنا اكثر من 35 مدينة اللي خرجت ايام 15 و16 و17. خرجنا باش نودوا بالاوضاع المعيشية بمناسبة ديال اليوم الدولي لمناهضة ديال الفقر، واختارينا هذه المناسبة باش نقولوا بانه المستوى ديال الفقر اللي كيعيشوه المغاربة اليوم، المستوى ديال الدخل ديالهم، المستوى ديال البطالة، المؤشرات المعيشية اللي شارت ليها المندوبية السامية للتخطيط انه اليوم كينضافوا اكثر من 3 مليون مغربي للعتبة ديال الفقر، المشكل ديال الصحة، المشكل ديال التعليم، المشكل ديال غلاء الاسعار اللي غدا كترتفع خصوصا الحيوية منها الدقيق والزيت والسكر اللي غدا كترتفع، النسب ديال الخضر، هادو الادنى حاجه اللي كيعيش بها المواطنين. اليوم الغلاء ديال المحروقات يمكن تفهموا على المستوى الدولي، ولكن بلادنا تيمكن لينا ما تكونش غلاء ديال الاسعار ديال المحروقات باش تاثر لينا على الاوضاع المعيشيه ديالنا. تقدمنا بمقترحات انه الاسامير كيخص اعاده ديال التشغيل ديالها باش نخفضوا من التكلفه ديال العمليه ديال تكرير البترول. قلنا هامش ديال الربح اللي كتحققوا الشركات ديال توزيع ديال المحروقات خصو يتم المراجعه ديالو. طرحنا مساله ديال الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابيه خصوصا الماجورين والطبقه العامله، ضروره ديال تحسين الدخل والمراجعه النظام الضريبي وسحب ديال المشروع القوانين التراجعيه. وكيخصنا نهضوا بالحوار الاجتماعي حقيقي يتجاوب مع المطالب ديال الطبقه العامله. طرحنا الاشكاليه ديال البطاله اللي كيعيشوها المغاربه وخصوصا الخريجين والشباب. كل هذه الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه في الوقيته اللي كنشهدوا الغنى يزداد ثراء وفحشا عند اقليه في هذه البلاد اللي مستفده من الريع ومستفدة من الفساد الإداري والمالي، مستفدة من النهب ديال المال العمومي واللي كتحقق ثروات على حساب المغاربة وعلى حساب الفقر ديالهم وعلى حساب أوضاع ديال طالبنا بالمحاسبة، طالبنا بأنه بلادنا ما يمكنش تقدم إلا ما درناش ديمقراطية حقيقية وما كانش حوار اجتماعي حقيقي وما كانتش مداخل أساسية وعلى رأسها ضمان الأمن الغذائي، على رأسها الأمن الطاقي، وعلى رأسها غيرها من الخدمات اللي خصها اليوم القطاع الخاص في الصحة، الكلينيك، القطاع الخاص في التعليم، كينهبوا المواطنين وكينهبوا الصحة ديالهم. كيخاص تدخل ديال الدولة باش نعيدوا المرفق العمومي الدور الاجتماعي ديالو باش نخرجوا من هذا النفاق ومن هذه الحالة ديال الاحتقال الاجتماعي. كل خطوات ممكنة، كل قرارات نضالية ممكنة، غادا تجتمع اللجنة ديال المتابعة وغادا تاخذ القرارات اللازمة في هذا الموضوع. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.